التحية لكم من جديد. للورش التعليمية أهمية كبيرة في عملية تنمية اكتساب المفردات في اللغة العربية، حيث ترسخ هذه الورش أهمية التفاعل المباشر والتدريب العملي للكتاب والكتابة وتشجيع البحث والقراءة. يسرنا أن تكون معنا اليوم الكاتبة عائشة عبد الله لتحدثنا عن ورشة لماذا نقرأ وكيف نقرأ ومبادرة صندوق لغتي العربية. يا هلا ومرحبا أستاذتي عائشة، منورة معانا. الله يخليك، وشكرا لوجودك معنا طبعا. الله يحييكم. الله يحفظك يا رب. استاذة عائشة، طبعا اول شيء لو تحدثينا عن هذه المبادرة صندوق لغتي العربية، صحيح؟ ايوه، هذه صندوق لغتي العربية تقريبا من 3 أو 4 سنوات الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة الله يطول في عمره، ايام معرض الشارقة الدولي للكتاب. جميل. فبادر للمدارس صندوق، عبارة عن صندوق مربع أزرق مكتوب عليه لغتي العربية. نعم. فانتخبوا قبل ما تكون هنا، يعني انتخبوا قبل ما تكون قافلة القراءة، انتخبوا مجموعة من وزارة التربية والتعليم والمختصين بالكتابة للطفل. جميل. واختاروا القصص اللي تناسب الأعمار على حسب الحلقات. احنا ماسكين حلقة الأولى اللي هي من أول لين خامس. جميل. فاختاروا لنا الكتب اللي تناسب هذه الحلقة. نعم. فكانت هناك كتب لكتاب عرب وكتب مترجمة من اللغات الأجنبية للعربية، في تناسب هذه المرحلة من الكتب. نعم. من العمر. فكان الصف أول عبارة عن القصص، جميلة جدا، عبارة عن صورة في الصفحة تحتها كلمة أو كلمتين، والكلمة مشكلة. نعم. مشكلة يعني تعطيك المعنى من خلال تشكيلها. صحيح. صورة فراشة، أنا قصة فراشة تأسيسية، هاي تأسيسية للصف الأول. الصف الثاني شوية أكبر، تكون جمل طويلة. صف ثالث ورابع وخامس القصص اللي يستطيع يقراها الولد، يعني كحبكة، كحكاية، فيها شخصيات، فيها بداية، فيها نهاية، فيها عنصر الزمان والمكان. جميل. ومن خلالها كان الولد يقدر أنه يقرأ هذه القصص و يلخصها، يظهر منها المهارات اللي تعلمها. فإحنا شو سوينا؟ قلنا بدل ما تظل القصص في الصندوق سوينا مكتبة في كل صف. جميل. مكتبة في كل صف، ياتنا زي ما تقول يعني فرصة من عند رب العالمين، يابولنا أثاث جديد لمكتبة المدرسة. جميل. فبدل ما نسقط الأثاث استغلينا خذينا المكتبات اللي كانت في المكتب، في حين يسمونها غرفة المصادر مش المكتبة، غرفة المصادر، وزعناها على الصفوف، والحمد لله جات بعدد الصفوف، سويناها مكتبتي، ركن المكتبة. فكل معلمة أبدعت فيه، منهم من يابة تعرفين السدو مالأول والمساند، وحطت المكتبة، منها من يابة هذه الكراسي، طريقتها لتحبيب طبعا القراءة، الكراسي اللي تخلي الطفل مثل ايد، مثل حيوان، مثل هذا، ويقعد فيه الطفل يقرأ، ركن القراءة سمينا. طب نحن بنعرف ركن القراءة، لماذا نقرأ وكيف نقرأ وكيف نعد قصة؟ يمكن الطفل أكثر إنسان يصعب التعامل معه، وخصوصا من الصف الأول إلى الخامس في الابتدائية. أيوة. لهم معاملة خاصة أنك أنت تقنعينهم أنهم يقرون. يمكن الحين نحن في عصر التكنولوجيا والتقدم والإلكترونيات، يمكن يهتمون حتى في اللغة الإنجليزية أكثر من العربية. حتى في قصة القراءة كيف أقنعتوهم؟ شو الأساليب اللي أنتم تستخدمونها؟ إحنا أول شيء كان صعب فعلا. يعني خلص مثلا عندك درس صغير تخلصينا، خلينا نقرأ، لا خلينا نلعب، عطينا كرة، يفضلون الكرة. صحيح. فماذا سوينا؟ حطيت لهم، ابتدينا علب الحلاوة، اللبان، وهذا تشوف هذه علبة الحلاوة عطيني، أقول له لا اقرأ الكتاب وقول لي شنو، على ماذا تبنى هذه القصة، على ماذا بتأخذ، مختصرها يعني اللي استفدت منها. إذن بعضهم يقولوا لي ما نبي نقرأ، أقول لهم لا تقرأ، تفرج على الصور، وانت من خلال الصور عطني حبكة، لو من سطرين، لو من كلمتين، لو جملة، عطني تخيلك بتاخذ الحلاوة، هذه القصة. بتاخذ حلاوة. فابتدينا معهم كذي، فكان يقولون يعني يطلع يقول لي أبلا أكثر شيء صورة الزرافة. زين ليش صورة الزرافة أكثر شيء؟ لأن رقبتها طويلة، لأن 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 لأن، يعطيك يعني جمل خذلة، لأن هناك حلاوة. أنا لو ما كان بقول أن هناك حلاوة، بس تعرفين يعني هذا الشيء حافز عقب الحلاوة. هذه شهر قلت لهم شهر حلاوة، الشهر الجاي شنو؟ شيء عجيب، شيء يرزع هذا الشهر اللي عقبه. تعرفين حتى لو شيء ما يرزع، بس يا هال تعرفين بالونات ملول بأرقام، بالونة واحدة كبيرة، خذ الرقم اللي يقرأ صح بدون أي خطأ بياخذ رقم عشان يكسب البالونة العودة. جميل.
ويوم كانوا يكسبونها البالونة عادة تشيلها ويبلون بالونة عادة ثانية وحتى مكان أي نفاخة صغيرة أو أي بالونة صغيرة. يعني أساليب يمكن جدا صغيرة جداً وما صغيرة تكلف لكن تحفيزية وتشجيعية أنهم يقرون يحبون لغة الضاد يعني لغة العربية. من صف أول لثالث أوكي، لكن صف رابع خامس هم المشكلة. هذه كبرى وخامس المشكلة. لا تعرف معلمة المكتبة أعطتنا فكرة حلوة، جابت السيارة الكبيرة بالريموت كنترول، قالت لهم هذا على آخر السنة اللي يلخص لي القصص ويقرأ لي ويطلع لي فاهم فاهم، وعقب أنا بسوي له امتحان يكتب لي قصة. فسوينا زي ما تقول أوراق على شكل دفتر حطينا فيها صور، اكتب قصتك. جميل. القصة شو تبين فيها؟ ما أبغى فيها وايد، أبغى فيها شخصيات، أي شخصيات أنت تختارها من عالم الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد، كيفك، حبكة بداية نهاية زمان بس ما أبغى تطول. القصة طلعت حلوة في لجنة تحكيم، أقول لهم في لجنة تحكيم أنا بحكم. هذا هم يستانسون في لجنة تحكيم اللي تطلع قصة الأولى والحلوة بياخذ هاي السيارة. فتعرف تم تشجعوا على القراءة. زميل أنزين، بعد هذا كله الفترة اللي تغير وضع الأطفال بأنهم هم المقبلون على القراءة وعلى الإنتاجية بدون النظر إلى المحفزات، وصلتوا لهذه المرحلة؟ إيه في صف خامس. الصف خامس بروحهم قاموا يبادرون، يعني بروحهم مثلا أبلا مثل معلمتهم ندخل عليها مثلا أبلا فلانة عندك الإذاعة بكرة، أبلا أنا تقول لي أنا ما عديت الفقرة، يقول لها لا خلي أنا بعدها. يعني أنا حصيت بصف خامس ما شاء الله عليهم خلال هالشهرين الترم الثالث روعة، بروحهم يطلبون يعدون الإذاعة، أبلا ما بنشترك، أبلا ما بتودينا المكتبة، أبلا ودينا المكتبة اللي على دوار الكتاب، أبلا ودينا بروحهم تموا يدورون الأماكن، بروحهم تموا يدورون الأماكن اللي فيها الكتب. حتى معرض الكتاب أنا ما استخبرت إلا منهم، نسيت أصلا متابعين ما شاء الله، ما شاء الله. أنا نسيت إنه يعني في جوائز وين ما يوم الأربعة هو افتتاح معرض الكتاب، يعني ولد من الصف خامس أبلا عيشة قلت له نعم ترى اليوم افتتاح معرض الكتاب مال الطفل، ما بتودونا؟ جميل يكون في اهتمام منهم. ما شاء الله عليكم. أنا ناسية أنا ناسية، بس هم ما شاء الله ذكروني. يعني هاي مبادرة جميلة، أنا يعني استأنست إن يعني وصلوا لهالمرحلة، رافضين للقراءة ووصلوا يدورون الكتب. جميل. طبعا أستاذة عايشة يمكن أنتوا جلتوا في كثير من الأماكن في هذه المبادرة لتوسيع الثقافة ولغة الضاد واللغة العربية، وخصوصا اللي ركزتوا عليهم اللي هم فئة من الصف الأول إلى الخامس. وين سويتوا المبادرات؟ وين سويتوا هذه الثقافة؟ سوينا أول شيء في المدرسة، عقب انتقلنا من المدرسة لمراكز الطفولة. جميل. مراكز الطفولة في الشارجة، وصلنا لوادي الحلو و طلعتوا برا الإمارات، حلو. وصلنا وادي الحلو، وصلنا كلبة، حلو. وبعد سوينا مبادرة ثانية مع وزارة الثقافة، مع وزارة الثقافة فرع الفجيرة في مدارس الفجيرة. نعم. وكانت يعني مبادرة جميلة، بس ما الفجيرة استأنست عليها لأن المرحلة الثالثة، الحلقة الثالثة. حلو. فمتفهمين وبروحهم قاموا يسألوني بروحهم، أظن عطوني أفكار يعني لأطبقها للقراءة للسنة الجاية بروحهم البنات. أنا استأنست إنهم أنا اكتسبت منهم أكثر ما هم اكتسبوا مني. ما شاء الله. طبعاً لأنه توسع الآن في العلم، مشاركة علمية إيه أصبح لا الموضوع. يعني كان شيء جميل جداً. وفي معرض الكتاب استهدفنا أطفال الروضة، ما خذينا الحلقة الأولى أبداً. ليش الروضة بالذات؟ مع أنهم أصعب فئة هي تتعامل معها. أنا شفتهم يمشون، فقلت حق المسؤولة حق لمراكز الطفل يبي لي إياهم بنجرب معاهم. فتقول لي لا أبلا عيشة ما أدري شو. زين لا تفضلي. فقالت لي لا، فأقول لك قلت بنطبع طريقة معاهم. جبت لهم قصة قديمة جدا أنا كتبتها، قلت وأنا مرة على جمعية المعلمين لقيتها. جميل. قلت لها عطني إياها، فخذيتها اسمها الزهرة الأنانية، كلها رسومات راشد الكباريتي، رسومات رائعة للطفل. حلو. ورسمنها بطريقة جميلة. الوردة مسوي لها إيد وريل وتتكلم وعيون. الله. وتعرفين أطفال الروضة يبون هذا الشيء. أنا ما قريت القصة، لا فتحت لهم ماذا ترى زهرة، ماذا تفعل الزهرة ترقص، ماذا تفعل هنا على الرسمة تغني. نعم. من هذا الأرنب، ماذا يفعل الأرنب، اتكلم معاها. وبروحهم تقريبا سحبت منهم القصة،
هي صح مو بالحبكة اللي أنا كاتبتها بس على حبكتهم هم حلوة. عندهم الإمكانية. بعد عبد الله تعرف يعتمد يعني 90% على الأستاذ اللي يروي القصة للطفل كيف بيدخله في مخيلته أنه يستوعب هذه، إن كان عن طريق الرسمة مثلا أنت استخدمتي حيلة اللي هي الرسومات اللي موجودة، في غيرك يمكن ما يعرف يدخله عن طريق أنه رود القصة أو أنه يقول له إياها، في ناس ما تستوعبها. جميل أنك تعرفين كل فئة كيف تتعامل معها. لا هذا الأطفال صغار، أطفال روضة صعب تجذبينهم من خلال الصور، من صحيح. خلال لو هاي العرايس اللي تحطين ايدك فيهم. ايه ايه. فحطينا قدامهم صلصال البو هذا، خلينا نسوي الزهره ما شاء الله عليهم. في منهم سولت زهره حطوها على الذي زهره زهره وحطلت داخلها وحط نقط عليها العيون وسولها ما شاء الله عليهم، وحط الاوراق على شكل ايد، يعني ما شاء الله. في خيال الطفل ما شاء الله. لا الطفل مبدع أكيد. حتى مع أنهم كانوا يعني روضة ثانية وما الأربع سنوات، أنا ما توقعت أنه يطلع منهم لأن أول مرة أتعامل معهم، أنا بروحي استفادت منهم. معرض الكتاب كانت يعني التجربة الأولى مع أطفال الروضة. في المدرسة للحلقة الأولى إلى الخامسة أكيد هناك أثار لمستوها أنتم من خلال ردود فعل المعلمين، من خلال طبعا أيضا أنتم قيامكم بهذه المبادرة في إطلاع الطلاب على أشياء جديدة ومبادراتهم بأشياء جديدة، هل كان في أثر إيجابي كبير ردوا عليكم فيه المعلمين بأن هذه الطلاب متغيرين علينا؟ هي وايد، يعني الحين أنا عندي معلمات صف خامس رابع وايد مستانسين، يعني يقولون لي مثلا في أولاد كانوا مشاغبين جدا حتى من الحصص يشردون، يقولون لي فلان وفلان ما يطلع من الحصة قاعد يستمع لي، فلان لا بروحه ياب لي ما أدري شو، هذا ياب لي مجسم، هذا ياب لي، ما كانوا أصلا يبادرون المعلمة، حتى الكتاب في شنطته وين كتابك؟ نسيته في البيت، ما يبي يطلع، وين قلمك أمي؟ ما عطتني اليوم. فكانوا يعني يسقطون كل شيء على أمهاتهم، صح. لكن الحين لا، عندي أبلا بروحه تم يقول حق لا ترى أبلا فلان مخلي كتابه في الشنطة أسير أجيبه، بروحهم قاموا يعلمون بعض، يعني تشوف الشيطان عندهم خفت، الفوضوية عندهم خفت، يعني زي ما تقول 80% تحسنه، وهذا شيء جيد طبعاً. بالنسبة للمعلم ممتاز. هم لمسوا حلاوة التعليم لما كان في هناك أسلوب مختلف، أيه. فهذه الحلاوة حب أنهم قالوا أكيد بتطبق في كل شيء لأن لها نور، هذه نور. إحنا بعد لأن كل يوم نستخدم معهم شيء، فعندنا بعد شيء سندويتشات في سندويتشات أنا أساس إيه والله في سندويتشات. لا عايشة أكيد في ظل مبادرة الشيخ محمد براشد الله يطول بعمره، أكيد أقرأ وألف كتاب إلى آخره، يمكن يعني غيرت نظرية الأطفال. 50,000 كتاب غيرت نظريتهم أن زادوا حتى نسبة القراءة اللي موجودة في المدارس، ايش قد تجاوبوا معاكم؟ تعرفين انا ما توقعت، احنا يوم طرحنا هذا وطرشينا النشر الاولياء الامور توقعت بالكثير، كنت اقول حق المسؤوله بتوقع 10-5-15 بالكثير بيشاركون معنا، 110 طالب شاركوا معنا. ما شاء الله. نحن كتبنا الكتاب ترى عنا نحن في قناه الضفر عشان كذي تمت في بالي. ما شاء الله. الله يسلمك. يعطيك العافيه. اقول لك 110 طالب شاركوا. نعم. ومن أمهات ما توقعت، حتى في أمهاتهم غير عرب، وهذا شيء جميل طبعاً. ياتني تقول لي علميني كيف أقرأ، فياتني أم قالت لي أنا أقرأ لكن ما أعرف لأني ما أنطق الحروف زين، هي كانت غير عربية، فعلمتها مخارج الحروف وهذا ما شاء الله، واثنين من مدرستنا ولدين وصلوا للنهائيات ما شاء الله. طبعاً هذا أكيد بفضلكم. أنا توقعت للي في الصف على فكرة اللي وصلوا للنهائيات ولد في صف ثالث وثاني ما شاء الله، ونتوقع للولد اللي في صف ثاني ان شاء الله ان شاء الله ياخذ المركز ان شاء الله. ونحن طبعا نشكرك على تواجدك معنا اليوم وايضا المبادرات الجميله، وابنائنا طبعا هم اساس هاي الدوله الطيبه، ان شاء الله مستقبل باهر. شكرا لك استاذه. الله يحفظك. اسعدت اليوم معكم. الله يسلمك. نحن اسعد اكيد بوجودك معنا طبعا. تفضلي. لا خليك انا باخذكم عقب العقبها. اذا مشاهدينا صندوق اللغه العربيه نشكر الاستاذه الكاتبه عائشه عبد الله كانت معنا في هذا الحوار.